ان الناس كلها سايبه كل ده تتكلم. هل هدف تسلل النادي الاهلي اللي دخل في النادي الاهلي، هل هو تسلل ولا مش تسلل؟ سايبين الخمس حاجات، يعني خمس حالات جدليه ما حدش بيتكلم عنه، اللي هي كره شريف وكره قفشه وكره بتاعت بيرسي تاو ماشي رايحه وجايه، بدر بانون وكره بدر بانون اللي هي برضه رايحه وجايه، ممكن تقول اه ممكن انا اقول لا، لكن خمس حالات جدليه ما حدش اتكلم عنها. ده الغريبه، احد الاعلاميين امبارح جاب كابتن عصام عبد الفتاح، فراح ساله على وقعه الطرد بتاعت حمدي فتحي تمام، وسال على هدف الاهلي، سال على هدف الاهلي في الاول، وراح سال على هدف الطرد وتجاهل الموضوعين تماما، وكان دول مش موجودين في الماتش. يعني انت جايبه يتكلم عن اخطاء الماتش تروح ساله عليه على الكره الجدليه بتاعت التسلل ولا مش تسلل، رغم ان هي واضحه وضوح الشمس. بس بص يا كابتن اسلام، احنا اتكلمنا هنا كتير على موضوع رابطه الانديه وكان تملي فيه سجال بين الاستاذ عويس والاستاذ خالد. طب انت ايه رايك؟ لا بصراحه شغل عالي جدا. طب ايه اللجنه الوحيده اللي بره؟ اللجنه الوحيده اللي بره رابطه الانديه؟ لجنه الحكام. يبقى اذا المشكله فين؟ في لجنه الحكام واتحاد الكوره. دول بيبوظوا الشغل اللي بيحصل على اعلى مستوى. اوكي. شغل محترم جدا. وبعدين الكابتن عصام او اي مسؤول، مش عايزين نذكر اسماء، يقول لك ان ده حاجات مش متعمده او حاجات فيها ساءه وحاجات فيها اخطاء. طب محمد، كابتن محمد عادل ما بيحكمش ليه؟ يقول لك عشان طلع عمل تصريحات. طب اذا كان هو عامل المداخله من تليفونك يبقى ازاي عمل التصريحات؟ يعني ده عامل المكالمه من تليفونك انت. طيب لما تجيب اتنين حكام عليهم مشكله تخليهم اول ماتش يمسكوا ماتش كبير. انا قلت بقى مش هتكلم غير بكره. ما انا مستني. ما احنا اه لا 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 الموضوع مستني لغايه بكره. ممكن جدا كابتن محمد الحنفي وكابتن، انت بتخلص عليه؟ انا مش بخلص. لا مش حضرتك. انت لما تجيبه تحطه لما تجيبه تحطه. انا نفسي على فكره جدا، على فكره والله العظيم ثلاثه، وده يعني نفسي اطلع اقول مباراه تحكيميه رائعه يا كابتن. انا مش بقولك، انا بتكلم على اللي جابه يمسك ماتش، مش هتكلم على اسماء ولا طرف المباراه مين. اللي انت جبته بعد ما كان عنده ازمه ومسكته ماتش، انت كده يا بتخلص عليه وده ملهاش اي معنى تاني. لا وماتش مكهرب، وماتش يعني مكهرب وماتش صعب ومش صعب. ملعب صعب وكل مش حاجة صعب. مش هنقول اطراف الماتش، بس الحكم جاي من مشكله. الحكم جاي من مشكله، بس ده ابتداء لحاجه مهمه جدا يا صلاح. جاي من مشكله الحكم، جاي من مشكله اللي حصل ده، ابتداء برضو المشكله. الحاجه حصلت برضو تحس ان في حاجه مش مظبوط. ايوه ما انا بقول لك. احمد الغندور، احمد الغندور هو اصلا كان حكم الفار في مباراه القمه، وكان في عدم رضا من جماهير النادي الاهلي عن اداء حكم مباراه القمه. اول مباراه يحكمها كابتن احمد الغندور بعد مباراه القمه اللي كان فيها مشكله. بالمناسبه بس مباراه القمه على فكره كابتن اسامه مش حكم، مش حكم ماتش واحد بس، هما اتنين. ده شكل مش حكم ماتش واحد، ماتشين. انا اللي يهمني، اللي يهمني انا. لا ما ده هو مش ما بيحكمش ماتشين. انا هتكلم، انا هتكلم على، او انت قلت لي انت سكت لحظه كده، انا كنت هقول على ما حدث خلال الفتره السابقه. لا ما احنا ولكن أنا بعد في الاخر قلت لا خلاص دي فتره سابقه ما قبل كابتن رئيس لجنه الحكام الكابتن عصام. الوقعه كانت في الوقعه الثانيه، الوقعه الثانيه. لا الاولانيه، انا الوقعه الثانيه كانت في عهده. اوكي بس انا بتكلم على الاولانيه. الاولانيه كانت ما قبل كابتن عصام، قلت خلاص قبل توليه باسبوع، قبل توليه باسبوع 10 ايام يعني. فانا قلت خلاص دي مش هتكلم عنها، خلينا بكره ننتظر. انا كل اللي انا عايزه هو انا بعمل كده ليه؟ او حضراتكم بتتكلموا معايا كده ليه؟ عايزين اصلاح التحكيم والله، عايزين الصوره الحلوه تكتمل. بالزبط. الصوره الحلوه اللي قدامنا دلوقتي تكتمل بصراحه. الناس اللي اتهاجمت واتقالت ما عندهمش خبرات في الكوره، ما عندهمش خبرات في جزء الكوره، الناس عامله شغل على اعلى مستوى. ان كان الاستاذ احمد دياب ولا الكابتن عماد متعب. يعني حاجه، والناس اللي معاهم حاجه محترمه جدا. انتوا اللي بتبوظوا الصوره، وانتوا اللجنه اللي تبع اتحاد الكوره. اتحاد الكوره اللي خلانا بقينا تصنيف تاني بسبب ان هو ما لعبش اجنده دوليه في شهر اكتوبر 2020 وشهر 6 2021. مين اللي بيحاسب على الفاتوره دلوقتي؟ المنتخب المصري والشعب المصري. بدل ما احنا كنا تصنيف اول، هل لعبنا تصنيف تاني؟ خليتونا تصنيف تاني وبنلعب تصنيف اول. فاتحاد الكوره اللجنه الوحيده اللي تبع اتحاد الكوره هي اللي سبب الازمات في الفتره دي.